كلكم بتقوصوا. قلت له لا تبعت لا ما فينا نغلط مع بنات صغرتا لانه كلهم بيقوصوا. فقالت لي تبعت سبريم عن جد جلسوني. قبل ما اقول كلمتي حطيت على الفيسبوك يوم الصبح اني جاي على اهدن تحت تكون بتوقيع كتاب صديقتي رانيا دحدح. في حدا حكاني على الواتساب قال لي بتحرص تروح على اهدن بس تقعد تسمع وتشوف توقيع الكتاب. قلت له ايه بتحرز لانه توقيع الكتاب لرانيا دحدح مش لحي الله حدا. انا قبل ما اجي لهون وشوف رانيا ما كنت بعرفها شخصيا، كنت بعرفها على الفيسبوك. صراحه كنت متفاجئ شوي بس لما شفت رانيا صرت متفاجئ كتير. وما بعرف اذا رح اعرف اقول كلمتي قد ماني مأثر، بس رانيا بتخلي كل حدا يعرف انه ولا اجريك ولا ايديك ولا جمالك ولا شكلك، مع انه هي كتير حلوة، ولا افكارك ولا شيء بخليك تكون انسان مبدع وخلاق بالمجتمع، بس ايمانك واصرارك انه انت بطل بخليك تكون مبدع بالمجتمع. قبل ما اقول كلمتي بليز بدنا نزقف لرانيا دحدح ولا اصرارها ولا بطولتها.